يعطيكم العافية. الفيديو السابق حكينا عن الماوس انتر والماوس ليف وحكينا عن الهافر، وقلنا في نهاية الفيديو ان احنا بدنا نستبدل او بدنا نعمل ادفانس سي اس اس ستايلينج باستخدام الهافر. طيب خلينا نشوف، سوري، باستخدام الدوت سي اس اس. خلينا نشوف هلا لو انا بدي اجي اغير اكثر من البروبرتي. انا غيرت بس البوردر كلر. طيب لو انا بدي اغير اكثر من البروبرتي هحتاج ببساطه اعمل اللي هو الكيرلي براكتس، هذول اللي احنا بنعرفهم اللي اساسا بنشتغل فيهم بالسي اس اس. تمام، حاجه اقول له والله البوردر كلر اوكي ريد، حاجه اقول له كمان كده. اول حاجه نلاحظها انه صار في عندنا ايرور لما يكون عندنا مالتيبل سي اس اس بروبرتي، يعني مور ذان وان بروبرتي، هيدا تصير ايش؟ نقطتين فوق بعض، اوكي؟ وهي كوما. بدي اقول له مثلا فونت، او ممكن اقول له الكالر نقطتين فوق بعض، اوكي؟ ايش نقول له مثلا جرين، بس عشان نشوف يعني، نشوف. هاي تغير two properties، تغير ال border color وتغير ايش اللي هو ال font color او ال color تبع التكست وهكذا. طيب يبقى نفس الاشي هنا، لو انا بدي اعمل more than one property هنعمل هيك اوكي، وحناخد اللي هي هدول كده. ننتبه احنا بنغير، هذه بتصير ايش؟ نقطتين فوق بعض. بوردر كلر بدي ارجعه اسود، والكلر بدي ارجعه مثلا اسود. نيجي نشوف، هو كان بلو هيك حيصير اسود. لو انا بدي ارجعه بلو للونه الاصلي قبل ما اعمل ماوس انتر وماوس ليف، او قبل ما اعمل هافر، هي هيك تغير البوردر وتغير الفونت، صار اخضر واحمر الوانهم. لو شلت حيرجع ايش؟ للاصل. يبقى السنتاكس عشان انا اعمل مالتيبل سي اس اس بروبرتي يختلف عن اللي احنا كنا عاملينه لسنجل سي اس اس بروبرتي. يبقى اول حاجه بنضيف كيرلي براكتس يفصل بين البروبرتيز بكوما، لكن البروبرتي نفسها البروبرتي نيم والبروبرتي فاليو بينهم ايش؟ اللي هي نقطتين فوق بعض. تخيل لو انا بدي اعمل اغير كمان شغلات في الستايلينج، بدي اغير مثلا بدي اضيف مثلا باك جراوند، بدي اغير الفونت سايز، بدي اعمل يعني مثلا ل one element او one selector بدي اعمل مثلا 10 properties. تخيلوا قديش حيكون الكود هذا كده معقد، يعني حيمد معي كده، وحتى تعديله وتصحيحه حياخد منه وقت. طب هل في طريقة أفضل إنه أنا مثلا لما أعمل هافر تتغير البروبرتيز باستخدام الجيكويري، تغير السي اس اس بروبرتيز لكن من بطريقة تانية؟ صحيح، في عنا خاصية رائعة في الجيكويري اسمها بتعامل مع الكلاسز، يعني هي بتضيف كلاس، بعمل اد كلاس أو بعمل ريموف كلاس. يعني ممكن أعمل البروبرتيز كلها اللي أنا بدي إياها بكلاس معين وأعمل له اد أو ريموف باستخدام الجيكويري. خلينا نشوف كيف. نفترض بدنا نشتغل على شغل هيك خفيف جدا. بدي اجي هنا انا في ملف الستايل عشان انا مش عامله فولدر سي اس اس والى اخره، بدي اقول له هنا دوت اد نيو بدي اسميه، تمام، واعطي البروبرتيز هذه نفسها البوردر كلر. اوكي هي اد نيو، هذا كلاس. بدي اقول له والله انه لما يعمل ماوس انتر خد خصائص الكلاس هذا، ولما يشيل الهافر يصير ماوس ليف شيل لي الكلاس هذا. هلا هيك فيش ولا حاجه شغاله، هيك ولا حاجه شغاله.
بدي اقول له؟ والله لما يعمل هافر الحاجه، انا الباراجراف اللي عامله عليها هافر اللي هي ذس، اوكي دوت اد كلاس. ايش اسم الكلاس؟ اسمه ايش سميناه احنا؟ اد نيو. شوف كده، شوف كده. طيب نشوف كده، نرجع للكلاس. اوكي عشان دبل كوتيشن مفروض في السنتاكس تبع السي اس اس كده. اوكي هيك تمام، هيك تمام. اوكي خلينا نرجع نشوف شو عملنا. هاي بقول لما اعمل هافر ضيف كلاس الاد نيو، طبعا هيك هعمل هافر. اوكي ثواني. اوكي هاي هيك، هاي اضافه. اوكي بدي اقوله لما اشيل الهافر شيل لي الكلاس هذا. بنفس الطريقة هقول له في الماوس ليف، بشتغل في ماوس انتر ماوس ليف، طبعا اد كلاس وريموف كلاس ممكن يعني ممكن استخدمهم انا مش شرط للهافر، ممكن لاي حاجة. ريموف كلاس برضو اد نيو. ولاحظوا يا جماعة حاجة مهمة عشان كتير بخربطوا فيها دايما الطلبة، بحطوا دوت هنا، مفيش دوت هنا، تمام مفيش دوت، بس اسم الكلاس. تمام صار اعمل ماوس انتر بضيف لي الكلاس. طبعا هلا الكلاس هذا ممكن اعمل انا فيه اللي بدكم اياه، انا بس يعني بشرح توضيحي. فونت سايز مثلا خليه 40 بكسل مثلا لما يعمل هافر. شوف كده لما يعمل هافر هاي بعمل فيه ايش بدي بروبرتيز، وهي بتريحني كتير افضل من الدوت سي اس اس. بس برضه لازم نكون عارفين اللي هي سي اس اس فانكشن كيف ممكن يعني نعمل فيها تعديل بالجي كويري، سواء ب one property او more than one property اللي هي multiple سي اس اس properties. يبقى اتعرفنا على الدوت سي اس اس كيف ممكن استخدمها ل more than one value، more than one value بلس تعرفنا كيف انا ممكن اشتغل اكتر يعني more professional واستخدم الاد كلاس والريموف كلاس فانكشنز، بحيث انا ممكن استخدم كلاس موجود عندي اوريدي في ملف السي اس اس سواء انترنال او اكسترنال، واقدر اقول له والله خد خصائص الكلاس هذا وحطهم على الاليمنت، او والله شيل الكلاس هذا من على الاليمنت. بتمنى يكون واضح. موضوع بسيط وجميل، الجي كويري حلوه وسلسه، بس محتاجه منا احنا نركز كويس ونكون يعني بنعرف كده نمشي مع السنتاكس بشكل صح، و يعني ان شاء الله تكون الامور واضحه. يعطيكم الف عافيه.